السلام عليكم. نرجع الآن للفقرة الأخيرة. في الفقرة الأخيرة بنتكلم على جدولنا كيف بنغطي المساق. لما نغطي المساق احنا بنروح الأسبوع الأول حنتكلم معكم فيه على السيلبس زي ما احنا بنعمل الحين وجنرال انترودكشن، واللقاء الثاني كيف نعزز قدرتنا على التواصل مع بعض في خلال جائحة كورونا اللي بتمر علينا. يعني الأسبوع الأول هو عبارة عن introduction بامتياز، الأسبوع الثاني نتكلم على review of discrete time system and Z transform، وهذه أنتوا أخذتوا ال Z transform في signals and system، فإحنا بنراجعها بعض الجزئيات فيها وكيف نستخدمها في هذا المجال. الأسبوع الثالث نتكلم على التايم والفريكوانسي ريسبونس، كيف هذا عندي في التايم ريسبونس للسيستم والفريكوانسي ريسبونس للسيستم ومابينج بتوين الاس دومين اند زي بلينز، هذول يعني كيف احنا من دومين لدومين لما يكون عندنا موقع في البول هنا او موقع الزير هنا ايش كيف شكله بده يكون في الزي بلين وايش تاثيره على الريسبونس تبع السيستم. ويك 4 بنتكلم على الديجيتايزيشن اوف انالوج ديزاين limitation on sampling period، يعني أنا كيف بدي أعمل أحول الأنالوج ديزاين أو الأنالوج سيستم لديجيتال وإيش تأثير السامبلينج تايم على هذه العملية. Week 5 نتكلم على sampled data system ideal sampler start the transform analog to digital and digital to analog conversion. الآن بنتكلم نيجي على هاي لو عندي السيستم على شكل كيف بدي أعمل يعني السيستم عندي على البلان دائما بيكون شكله أنالوج، كيف بدي أحوله لديجيتال أو بدي أعمل أجيب ديجيتال موديل إله. والآن بنتكلم عليها زي ما حكيت هايبريد سيستم أو دي أو سامبل داتا سيستم اللي عندي. لو بدي استخدم ايديال سامبلر كيف بدي اروح، هاي في عندنا حاجه احنا بنعرف انه لو عندي كونتينوس تايم سيستم لما احوله للاس دومين بيعطيني هذه بروح للترانسفر فانكشن اللي عندي او الفريكوانسي دومين. الان هذا لو عملت سامبلينج كيف هذا بتاثيره على الجزئيات الموجوده في السيستم. هنلاحظ التوصيلة وموقع السامبلر بأثر كبير على هذه الكونفيرجن، فهذا يعني بندخل حاجة اسمها الستار ترانسفورم اللي هي جاية بين الزيت الاس ترانسفورم والزيت ترانسفورم، يعني هذه حاجة في النص بتسهل علينا نفهم كيف تأثير موقع السامبلر على هذه الكونفيرجن بيكون. الويك 6 بنتكلم على البولس ترانسفور فانكشن اند بلوك دايجرامز، لما انا كيف بدي اجيب البولس ترانسفور فانكشن للسيستم وكيف بدي ابني البلوك دايجرام للسيستم في هذا المجال. ويك 7 اند 8 بتكلم على الاستابيليتي للديسكريت سيستم وبتكلم على الروت لوكس دايجرامز. ويك 9 و 10 بتكلم على الديسكريت تايم عندي والبودي بلس، حنشوف بعض البروبرتي ايش ظابط معنا في بودي في عالم الديسكريت وايش بيزبطش عنا في هذا المجال واللي بيزبطش كيف انا بدي اتعامل في هذا من هذا المنطلق. الان لما اتكلم على ويك 11 ل و 12 بتكلم على الديجيتال كنترولر ديزاين، بتكلم على الليد لاج والبي اي دي كنترولر كيف انا بدي اعمل لهم تصميم، وهذه زي ما حكيت هذه من الشغلات المهمة جدا لأنه هذا بتكلم أنا كلاسيكال كنترول. ويك 13 بروح أنا على إيش؟ على المودرن كنترول الستيت سبيس أبروتش وكيف بستخدم الديد بيت كنترول في هذا المجال، وبتكلم يعني على برضو الستيت سبيس أبروتش في الديزاين اللي هي بنتكلم على البول بليسمنت. Model matching and exploitation of redesign choices for performance improvement. كيف أنا بدي أعملها في Week 14؟ وهذا بنبقى إحنا إن شاء الله أنهينا المساق بهذه الطريقة. في النهاية بحب أشكركم على متابعتكم إلنا، وإن شاء الله المحاضرة الجاية بتبقى لايف وبنشوفكم فيها إن شاء الله.
يعطيكم العافية. المحاضرة الثانية أتوقع حتكون يوم الثلاث، يوم الثلاث يمكن نعملها لكم تقريبا الساعة 8 في الليل لنبدأ فيها ونشوف كيف أدائكم فيها. يعطيكم العافية ومع السلامة.